نتمنى تقبلي الشهر ديالي وانا مستعد نتزوج بيك. المسلم الله يهديك على هذه المرأة وشكرا. اخويا زين شي واحد خويا كنت نازل في الفيسبوك يعني كنتجول في الفيسبوك كيف ما المغاربه الفيسبوك يعني شي حاجه اللي الحمد لله خصنا ناخذ الايجابيات ديالو من ناخذ السلبيات. نازل بان ليا الناس يعني كاين اللي كيقترح راسو باش يتزوج بالمراه ديال المسلم اللي يمكن نقولوا السابقه الزوجه السابقه يعني. وانا يعني طاحت عليا هذه الفكره قلت علاش لا ما نقترحش نفسي ديالي. الحمد لله خدام خدام الحمد لله يعني مرضي الوالدين بهذه العباره. لاج ديال الزواج هو هذا يعني عندي 29 سنه كذلك يعني الحمد لله يعني كنا مواقع التواصل الاجتماعي. علاش اخويا اختاريت مرات مسلم؟ بان لي اخويا الزين تبارك الله. اول حاجه الحجاب، راه الحجاب غنعطي استثناء، راه ماشي كاع الدريات اللي دايرين الحجاب مزيانات ها وحده، ولكن هذيك المرة بالضبط سبحان الله العظيم دخلت لي لخاطري وارتحيت ليها وقلت كيفاش هاد مسلم، كيفاش هاد مسلم خلى هذيك المرة عباد الله، كيفاش خلاها ومشى لأمل الصقر. مع احترامتي لأمل الصقر لأن أمل الصقر ماشي حيت ما دايره الزيف ما مزيانش، حيت كاينه حتى الدريات اللي ما دايرين الزيف وقلبه مزيون وما مزيانش، هذه أون جينيرال. فأمل الصقر الناس قالك علاش يتزوج بها، الناس كعا وقال لك بغينا هذيك المرة. شوف الله سبحانه وتعالى إلا حب شي إنسان، إلا حب شي إنسان كيحبوه الناس، إلا حبك الله سبحانه وتعالى كيحبوك الناس. هذيك المرة دغيا حبوه الناس دغيا حب، إذن هذيك هي المرة المناسبة. قلت هذيك هي المرة المناسبة. إلا كان مسلم كيغني وكيقول حقا أنا مع الأمهات أنا مع النساء وأنا مع المرأة، أنا كنقول ليه أنا مستعد نتزوج بها، أنا مستعد نتزوج بها وانا مستعد نتزوج بها، والا قبلت بالشروط ديالي انا نتمنى حتى هي تقبل بالشروط ديالها. هو داكشي اللي بغيت فيها لقيته الحمد لله، الزيف النور في الوجه وظريفه وبلاتي سبحان الله العظيم داكشي باين. ما عرفتش خاطري ارتاحوا المغاربه ارتاح لهم خاطر، فاش خاطرك كيرتاح بزاف ديال الناس ولا واحد البيرسون خاصه كنهضر على كاع الناس وخاصه الدريات، الا خاطرك ارتاح لواحد لا بيرسون سيتادير هذاك البيرسون غالبا كيبغيك وكتبغيه. وانا كنهضر على مرات مسلم ومن هذا المنبر كنقول لها نتمنى تقبلي الشروط ديالي وانا مستعد نتزوج بك. وانا كنقول كاع دوك الدريات اللي مطلقين من ما تيأسوش من رحمه الله، الله سبحانه وتعالى كيقول في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تيأسوا من روح الله. دونك ما تيأسوش، راه مازال ولاد الناس بحالي انا ومازال رجال، وكنقول المسلم الله يهديك على هذه المرأة وشكرا.